في مستشفى خاصة كانت حلوة. كلش بتشتكي حقنت هنا حقنة ما كانتش فيها أي وجع. إنه ودي جت حقنت الحقنة هي طالعة بتصرخ. هي طالعة بتصرخ ورب السبب إن أنا يمكن من حقنة. جينا أختي بتشلها القطنة لقينا عينها بالمنظر ده. جت بقى يوم الثلاث قالوا هذا التهاب. يوم الأربع جينا تاني مش طايقة الوجع في عينيها وفي دماغها مش عارفة تنام وترجيع. مكروب دخل في بطنها كمان. جينا هنا دكتور اسمه سلامة قال لنا عندها التهاب ولسه هنيجي يوم السبت يعني لسه هنيجي بكرة بنفس المنظر. خلاص احنا مدين بقى أمل اللي هو التهاب وعملين نحط في قطرة في قطرة عشان هنيجي بكرة. الوجع تنزل هو رحنا لدكتور خاص قال اطلع بها على الجامعة. طلعنا نجري على الجامعة. الجامعة ما استقبلوناش. كنت معاها يوم الحقن ده ودي رابع مرة تحقن فيها. حقنت مرتين في مستشفى خاصة وثالث مرة في هنا في الرمض ورابع مرة اللي حصل لها ده ما حصلش قبل كده. ده ما حصلش قبل كده منه لله الدكتور اللي حقن له لازم يجي يشوف عينيه.